الليلة كما توقعنا سوف تكون ليلة دامية، ليلة الإصابات، وهذه الليلة نعم الآن يتم الضرب باستخدام القوات العسكرية الإسرائيلية التي تعتدي على الأهالي، تعتدي على طبعا هنالك نساء، هنالك رجال، هنالك كبار السن الذين يقومون بالصلاة، الذين عمليا يتم الاعتداء عليهم الآن بشكل مباشر من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية التي تلاحق أولئك الفلسطينيين بغض النظر عن من هم ولماذا جاءوا إلى هنا، كانوا صغارا كانوا كبارا، يشترون من الأسواق في قبيل يعني عيد الفطر، ويعني وهذا المشهد نسمع. أحمد، نعم هذه المشاهد الآن يتم الاعتداء على الشبان الفلسطينيين، أولئك حتى الذين يشترون من المحلات التجارية يتم الاعتداء عليهم، يتم ضربهم، يتم استخدام القوة. ننظر كيف يتم الاعتداء على أولئك الشبان بهذه الطريقة، وطبعا الأهالي الذين يعني جزء منهم الذي وقع على الطريق، هنالك يعني سيدة كبيرة نستطيع أن نراها عن بعد سقطت على الأرض. هذا المشهد الصعب الآن في مدينة القدس، الذي طبعا حتى ضيفنا أسامة قد تركنا نتيجة التدافع الذي حدث هنا في قبيل لحظات، لأنه يتم الاعتداء على الجميع. هذه هنا نحن حازم في حي المصرارة، هذا حي تجاري، هذه المحلات التجارية التي فتحت أبوابها بعد عام كامل من إغلاق الكورونا، أوضاع اقتصادية صعبة، هنالك حاجة عند الفلسطينيين لتمرير أن يكون هنالك وضع اقتصادي في مدينة القدس. الآن يضربون الناس وعمليا هذه المحلات التجارية جزء منها، جزء كبير منها بدأ يتم إغلاقها نتيجة الأضرار من قبل الجنود الإسرائيليين، كما رأيناهم قبل قليل دخلوا على أحد المحال التجارية وقاموا بضرب الناس. الآن حتى يخرجون أولئك الذين في المحال التجارية، يخرجونهم نسوان رجال كبار سن، حتى هذا الشيخ الكبير في السن يتم إبعاده بالقوة ودفع، وطبعا منع الجميع من الوصول. لا يوجد هنالك مفهوم لدينا ما الذي يفعلونه وما هي الخطة الأمنية التي يملكونها، باستثناء أنها حالة من العربدة أو كما يقال بالعامية خلق حالة أمنية متردية في مدينة القدس في هذا الوقت. وطبعا الجنود الذين هم مدججين بالسلاح، أولئك هم ليسوا الجنود، أولئك ليسوا من القوات الخاصة التي كنا نتحدث عنها في البداية، أولئك من حرس الحدود. ولكن قبل قليل عندما تحدثنا يعني في ضوء ما تنقل لنا من صورة وما تتحدث إلينا به الآن، وهذه الصور التي نتابعها من المصرارة وأيضا منطقة باب العمود قبل قليل والمسجد الأقصى، تابعت بكل تأكيد ما يقوله الإسرائيليون، القيادة السياسية، الإعلام الإسرائيلي، ماذا يتحدث عما يشير في كتاباتهم وأيضا فيما يقولونه للإسرائيليين بخصوص القدس؟ طبعا نعم، أولئك الذين خرجوا قبل قليل من المسجد الأقصى ورأوا الدماء التي اسمع، يعني مجموعة من الرجال الجالسين في مقهى قاعدين في قهوة، يعني هذا مشهد في كل العالم موجود، ممنوع أن يقعدوا في المقهى، وتم يعني ضرب عدد منهم، إبعادهم بالقوة، يعني كانوا رجال كبار بالسن في الخمسين من عمرهم، ويتم الاعتداء عليهم بهذه الهمجية، مجرد بأنك أنت كنت يعني هذا الرجل الذي كان جالسا، حاج شو صار معكم؟ شو صار؟ قاعدين هون اجوا بضربوا في شو اسمه، اجى الضابط بقول له طب ليش بتقوم فيهم؟ غاد المشكلة مش هون، قال بقول لك وين بدي بفضي؟ قلت له بطلع لك شهادة القانون يا عمي، ما بطلع لك، هاي ضربوا قنابل غير ضربوا عليكم وأنتوا قاعدين؟ قاعدين هينا وما عندكم في شيء؟ فيش شيء، قال اجونا هون وبحكي مع الضابط بقول لي هذا الموجود.